اتني رجليك يا عم الحاج كده وافردها اتني. ايوه افرد تمام. قوم اقعد على حاف السرير. ابن عمك انا. حط ايديك على ركبتك كده وافردها للاخر اتني. افردها اوتي ماشي. بقى قد ايه الكاس ده دلوقتي يا عم الحاج؟ بقى شهر ونص. ما يجيش شهر ونص. ما يجيش حتى شهر ونص. تسعه اخر في 10 9 لحد 15 11 بلد. كان ايه اللي حصل بقى في البدايه؟ كان ايه اللي حصل؟ البدايه بقى يا عم الحاج ان انا كنت قاعد على ثابت الجاموسه من دول ورجلي اتزقرت في ريشه المروه راحت شاده راحت دي اتقطعت زي ما كنت اتفاهم. الحبس. اتكسرت بقت حتت. انا شفت انا بقول لك دي راحت في يمه ودي في يمه لما يجي يشيلوا لي قلت لهم اتضايقوا الاثنين مع بعض. ايوه ودلوقتي بدات تدوس شويه. لا الحمد لله بدات تدوس حاجه شهر ونص اهو. بقيت اشتغل عليها دلوقتي يعني اقدر اروح الحمام اهو اهو بقى فرد واحده اهو. تمام حرك كده حرك كده بالراحه. بس اخاف احمل بقى. حمل العصايه معاك يا عصايه معاك. يا بالراحه واحده. ايوه شهر بالراحه. اوعى توقع بس عشان السيراميك بس يا معلم. التمارين بقى اهم حاجه شويه شويه بدات تلحق. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. دي صوره الاشعه الحاج ده اللي هو كان جاي لها بيها من حوالي شهر ونص. كسره متفتت في عظمه الفخذ زي ما انا شايفين حتت كتير بعيده عن بعضها. فعملنا له شريحه ومسامير وحاولنا نرجع كل العظمه لمكانها زي ما احنا شايفين. ودي الاشعه بتاعته بعد شهر ونص بدات ان هي تلتئم واموره احسن زي ما احنا شايفين. ودي صوره الجرح اللي هو رجله ملتئم تماما والحمد لله حالته كويسه. دي صوره الاشعه وازاي ان الكسر الحمد لله متثبت وبدا يلتئم واموره ماشيه طيبه جدا. المريض بيبقى سعيد جدا انه بدا يتني رجليه وبدا يحرك رجليه وبدا يمشي. الكسور بتحتاج يعني رعاية كويسة وعناية. والمريض الكسر بنحاول نثبته بطريقة محترمة وطريقة تحترم القواعد بتاع قواعد التثبيت وقواعد الثبات بالنسبة للكسر. كسر زي ده أنا بفضل أعمل له شريحة وبقدر ألمه. في بعض الناس بتفضل تعمل له مسمار نخاعي أو مسمار تشابكي. كل واحد او كل حاجه منهم لها المزايا ولها العيوب بتاعتها. لكن حبيت اوري لحضراتكم واحده من الحالات اللي احنا بنشتغلها والنتيجه بالنسبه لها. والمريض بيحس ان هو اموره اختلفت. حد هيقول لي انت حاطط مسامير كتير. مسامير كتير دي ميزه وليست عيب. ليه؟ لان لسه انا شايف حاله لسه قريب او لسه تحديدا امبارح في احد الزملاء للاسف عامل تثبيت الكسر ومركب شريحه ومسامير قليله جدا. والمريض مجرد انه اتعرض لاصابه خفيفه كل حته من الكسر راحت في ناحيه والكسر كانه لم يتم تثبيته ابدا قبل كده. وممكن اعرض لحضراتكم دلوقتي صورة الأشعة دي وإزاي إن التثبيت محتاج إن هو يكون كويس ومحتاج إن إحنا ما نبخلش بالنسبة للمسامير وبالنسبة للوقت وإن إحنا نحترم الأنسجة ونحترم العضلات والأنسجة اللي ماسكة العظام لأن هي اللي بتودي الدم أو بتودي التغذية للكسر وبالتالي بتسهل موضوع الالتئام بالنسبة للكسر. دي صورة الأشعة المريض الآخر اللي بقول لحضراتكم شايفه امبارح. مريض عنده 85 سنة في تثبت بهذا الشكل مجرد شريحة ومسامير ومسامير قليلة جدا. فبالتالي المريض مجرد ان يتعرض لإصابة خفيفة كل حتة من العظم راحت في ناحية والمريض الكسر بتاعه لم يلتئم ومحتاج إعادة تثبيت الكسر. الحقيقه الكسور المتفتته اللي بتحصل في عظمه الفخذ مثلا دي كسور ما نخافش منها. محتاجه تخطيط للتثبيت ومحتاجه طريقه التثبيت المثلى وحسب البيرسوناليتي
اوضه فراكشر، كل فراكشر ليه البيرسوناليتي بتاعته، وكل فراكشر ليه طريقه التثبيت المخصوصه بحيث ان هو يقدر العيان يقدر يتحرك اسرع وقت ممكن، ونحترم السوفت تيشو والقلب. يا ريت لو عجب حضراتكم الفيديو تعملوا لايك وتشير وسبسكرايب. نلقاكم دايما على خير. دكتور محمود هدود، استاذ جراحه العظام والعمود الفقري بكليه الطب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.